السلام عليكم. اليوم بسوي لكم طاجن ربيان مع رز ابيض، وجبة خفيفة وحلوة، وتابعونا. مكوناتنا قسمناها الى عدة مراحل. المرحلة الاولى عبارة عن بصل وفليفلة ونشا، زيت الزيتون، بربيكا، فلفل اسود، بهار، ملح وربيان. أول خطوة ننزل الربيان في حلة، ثم ننزل عليه النشا ونخلطه مع بعض. شوف عقب ما خلطناه نشغل النار، وبعدين ننزل زيت الزيتون. نخلي زيت الزيتون يحمي شوي، بعدين ننزل عليه الربيان. نشوح الربيان شوي، وننزل عليه البصل، نحرك شوي، بعدين ننزل الفليفلة. ننزل البهارات والملح والبربيكا والفلفل الأسود، نشوحهم مع بعض. نشوحها لمدة 5 دقائق بدون نضوج، عشان نبتدي في الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها تجهيز الخلطة، والخلطة مكوناتها عبارة عن ماي وكاتشب وصلصة الصويا وصلصة سماطرة ومعجون الطماطم. والآن بنجهز الخلطة. ننزل 2 كوب ماي، بعدين معجون الطماطم، بعدين سماطرة، صلصة الصويا، بعدين كاتشب. ونخلطهم مع بعض. نجيب حلة الطاجن وننزل فيها الربيان. نفرد الربيان بهالطريقة وننزل عليه الخلطة حقتنا. نحرك شوي، وإذا احتاج شوي ماي نضيف له 1 كوب ماي. شغلنا على الفرن وبننزل الحلة الطاجن داخل بنشغل عليه على تحت لمدة نص ساعة، وبنسكر عليه وبنرجع لكم بعد.
الخطوة اللي بعدها بنستقل الوقت وبنشتغل في الرز. جهزنا الماي الآن وبنحط معلقة طعام ملح في الماي ونخليه يوصل إلى مرحلة الغليان. طبعا الملح على حسب كمية الرز الموجودة عندك، فإحنا الكمية اللي عندنا تحتاج معلقة طعام فقط. وصل الماي إلى مرحلة الغليان وإحنا عندنا الرز مقسلينه وجاهز، وبننزل الرز الآن بهالطريقة وبننزل بهارات صحيحة. حرك شوي بعد 20 دقيقة تقريبا بنشيك على الرز وبنشوف. الآن وصل إلى مرحلة النضوج والآن بنشفه. شخلة والآن بننزل العيش بهالطريقة. بنعدل الرز وبننزل عليه زيت مقدار معلقتين طعم، وعلى طبعا الزيت على حسب كمية الرز الموجودة عندك. بنغطي عليه وبنشغل عليه. بعد مضي نص ساعة تقريبا بنشيك على الربيان وبنشغل عليه فوق لمدة 5 دقائق إلى 7 دقائق يتحمر. وهذه النتيجة النهائية للربيان، وهذه النتيجة النهائية للرز، وبنقدم لكم بتشوفونه بعد شوي. وهذا الشكل النهائي، وعلينا وعليكم بألف عافية.